بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة مدرستي في درس جديد. درس اليوم سيتناول هذا التمرين، تمرين في النهايات. calculer la limite quand x égale tend vers 3 de racine de x plus 1 moins 2 sur racine de x plus 6 moins 6 moins 3. La deuxième limite, calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de racine carrée de x carré plus 1 moins x. Et la même fonction, on va calculer la limite en plus l'infini, racine de x carré plus 1 moins x. Donc, اكتبوا التمرين في اوراقكم او في دفاتركم ثم حاولوا الاجابه عليه ثم عودوا بعد ذلك الى الفيديو لكي تتابعوا معنا التصحيح، ونتمنى أن تتوفقوا في الإجابة. إذا نبدأ على بركة الله. إذا قبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد في وقته، ولا تنسوا كذلك تشجيعنا بالضغط على زر لايك. ثم مرحبا بأسئلتكم واقتراحاتكم في التعليقات. إذا نبدأ بالسؤال الأول. إذا لا ليميت quand x tend vers 3 de racine de x plus 1 moins 2 sur racine de x plus 6 moins 3. إذن هنا النهاية عندما يكون x يؤول إلى 3. إذن سنقوم بتعويض ب3 ونرى هل سنحصل على عدد صحيح، على عدد حقيقي. نعوض ب3 هنا. إذن في البداية نعوض ثم نرى راسين دو 3 زائد 1، جذر مربع 3 زائد 1 يعني عجد مربع 4 هو 2، 2 ناقص 2 يساوي 0، ثم جذر مربع 3 زائد 6 يعني جذر مربع 9 ناقص 3 ناقص 3 تساوي 0. إذا سنحصل على 0 على 0. إذا عوضنا ب x يساوي 3، فإن جذر مربع 3 زائد 1 ناقص 2 على جذر مربع 3 زائد 6 ناقص 2 سنحصل على 0 على 0. هذا شكل غير محدد، فورم انديتيرميني. إذا ماذا سنفعل؟ سنقوم بتغيير شكل الدالة لكي تصبح شكلا محددا. إذا لدينا جذر مربع x زائد 1 ناقص 2 على جذر مربع x زائد 3 ناقص 3. سنحاول أن نزيل الجذر، يعني أن نحول هذه الكتابة فلا يظهر فيها الجذر مربع ناقص 2 لكي نتفادى 2 ناقص 2 لكي لا نحصل على 0. إذا سنستعمل المرافق. ما هو مرافق هذا التعبير؟ هذا التعبير على شكل A ناقص B، مرافقه هو A زائد B. إذا مثلا إذا سنكسر جذر مربع x زائد 1 ناقص 2 عامل لجذر مربع x زائد 1 زائد 2، نضرب البسط والمقام في نفس العدد. إذا جذر مربع x زائد 3 ناقص 3 عامل لجذر مربع x زائد 1 زائد 2، ضربنا البسط والمقام في نفس العدد. إذا لا يتغير العدد الكسري. إذا جذر مربع x زائد 1 في البسط زائد 2 في البسط، جذر مربع x زائد 1 زائد 2 في المقام. سنرى الآن كيف على ماذا سنحصل. إذا هذه a ناقص b عامل ل a زائد b. إذا نعتذر، هذا القوس غير موجود. إذا لدينا فقط هنا ناقص a ناقص b عامل ل a زائد b. إذا يساوي a أس 2، جذر مربع x زائد 1 أس 2 ناقص 2 أس 2، a أس 2 ناقص b أس 2 على المقام x زائد 3 ناقص 3 x زائد 6، 6 هنا x زائد 6 ناقص 3 عامل لجذر مربع x زائد 1 زائد 2. سنحصل الآن على x زائد 1 ناقص 4 المقسوم على المقام.
قسم على جذر مربع إكس زائد 6 ناقص 3 على عامل لجذر مربع إكس زائد 1 زائد 2. إذن في البسط إكس زائد 1 ناقص 4 يساوي إكس ناقص 3 مقسوم على المقام. لاحظوا هنا إكس زائد 1 زائد 2، إذا عوضنا ب3 لن نحصل على 0. إذن إكس زائد 1 3 زائد 1 يساوي 4، إذا مربع 4 يساوي 2، إذن 2 زائد 2 يساوي 4. ولكن لازال لدينا المشكل هنا، إذا عوضنا ب3 إكس زائد 3 زائد 6 9 ناقص 3، يعني جذر مربع 9 يساوي 3، 3 ناقص 3 يساوي 0. إذا سنضرب كذلك، سنحاول أن نزيل هذا، أن نغير هذا العدد بالضرب في المرافق. نضرب في مرافق هذا العدد في البسط والمقام. إذا إكس ناقص 3 في البسط عامل لمرافق هذا العدد جذر مربع إكس زائد 6 زائد 3. إذن جذر مربع إكس زائد 6 ناقص 3 عامل لجذر مربع إكس زائد 6 زائد 3 ثم نضربه في العدد الآخر إكس زائد 1 زائد 2. مفهوم؟ إذن ضربنا في مرافق هذا العدد في البسط والمقام، البسط والمقام ضربنا في نفس العدد، إذن ليس هناك مشكل. إذن نحصل هنا على إكس ناقص 3 عامل لجذر مربع إكس زائد 6 زائد 3 على هنا. سنقوم بتطبيق المتطابقة العامة، أ أس 2 ناقص ب أس 2، أ ناقص ب عامل لأ زائد ب. إذا نحصل على إكس زائد 6 الجذر مربع إكس زائد 6 أس 2 يساوي إكس زائد 6 ناقص مربع 3 يساوي 9. ثم يتبقى لدينا العدد إكس زائد 1 جذر مربع إكس زائد 1 زائد 2. ثم الآن سنقوم بالتبسيط. إكس ناقص 3، لدينا هنا إكس زائد 6 ناقص 9 يساوي إكس ناقص 3. إذن لدينا إكس ناقص 3 في البسط وإكس ناقص 3 في المقام. سنبسط، إذن هذا العدد يتبسط مع أو يختزل مع هذا العدد، فيتبقى لدينا جذر مربع إكس زائد 6 زائد 3 على جذر مربع إكس زائد 1 زائد 2. إذن في هذه المرحلة إذا عوضنا ب3، 3 زائد 6 9، جذر مربع 3 يساوي 3، جذر مربع 9 يساوي 3. إذن 3 زائد 3 6، هنا جذر مربع 3 زائد 1 يعني جذر مربع 4 يساوي 2، 2 زائد 2 4. إذن نحصل على عدد في البسط وعلى عدد غير منعاد في المقام. إذن نهاية، نسمي اف لإكس الدالة السابقة، نهاية اف لإكس إكس يؤول إلى 3 يساوي نهاية هذا الشكل الذي وصلنا إليه، إكس يؤول إلى 3 لجذر مربع إكس زائد 6 زائد 3 على جذر مربع إكس زائد 1 زائد 2. الآن يمكن التعويض، إذن يساوي جذر مربع 3 زائد 6 زائد 3 على جذر مربع 2 زائد 1 3 زائد 1 زائد 2. كما قلنا يساوي جذر مربع 9 زائد 3 يساوي جذر مربع 3 زائد 3 على جذر مربع 4 يساوي 2، 2 زائد 2 يعني 6 على 4. يمكن أن نختزل 6 على 4 بالقسمة على 2 فنحصل على 3 على 2. إذن هذه هي قيمة النهاية عندما أقول x إلى 3. إذن في هذا التمرين لاحظوا أننا طبقنا الضرب في المرافق مرتين في البسط والمقام لكي نحصل على نتيجة على شكل غير محدد. إذن لا تنسوا بأن الضرب في المرافق مهم جدا في
حساب النهايات، خاصة إذا تعلق الأمر بالدوال التي تحتوي على جذور، على الجذور. إذا الآن سننتقل إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني: نهاية إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية لجذر مربع إكس يساوي 2 زائد 1. إذا لدينا نهاية إكس يؤول إلى زائد ما لا ناقص ما لا نهاية لإكس أس 2 يساوي كم؟ يساوي ناقص ما لا نهاية أس 2 يساوي زائد ما لا نهاية. ونهاية إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية لإكس أس 2 زائد 1 يساوي كم؟ يساوي زائد ما لا نهاية زائد 1، يعني زائد ما لا نهاية. نهاية إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية لجذر مربع إكس أس 2 زائد 1 يساوي جذر مربع إكس زائد جذر مربع زائد ما لا نهاية يساوي زائد ما لا نهاية. ثم نهاية ناقص إكس، إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية إلى ناقص ما لا نهاية يساوي ناقص ناقص ما لا نهاية يساوي زائد ما لا نهاية. وبالتالي نهاية إكس يؤول إلى زائد إلى ناقص ما لا نهاية لجذر مربع إكس أس 2 زائد 1 ناقص إكس يساوي، إذا سنجمع هذه النهاية مع هذه النهاية، إذن زائد ما لا نهاية زائد زائد ما لا نهاية. هذا الشكل غير محدد، هذا الشكل محدد، زائد ما لا نهاية زائد زائد ما لا نهاية يساوي زائد ما لا نهاية. إذا هذه هي النهاية بسيطة، لأن الدالة مجموع دالتين كلهما أو كلاهما تؤول إلى زائد ما لا نهاية، وبالتالي مجموعهما يؤول إلى زائد ما لا نهاية. الآن ننتقل إلى التمرين الثالث أو السؤال الثالث. إذا لدينا نفس الدالة في السؤال الثالث، ولكن فقط تغير أين يؤول إكس في هذا التمرين. يؤول إكس إلى ناقص ما لا نهاية، وهنا يؤول إلى زائد ما لا نهاية. إذا كما رأينا نهاية إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية لجذر مربع إكس أس 2 زائد 1 كم يساوي؟ إكس أس 2 يؤول إلى زائد ما لا نهاية، إذا زائد ما لا نهاية زائد 1 يساوي زائد ما لا نهاية، ثم جذر مربع زائد ما لا نهاية يساوي زائد ما لا نهاية. إذا نهاية هذه الدالة لوحدها تساوي زائد ما لا نهاية، ولكن نهاية إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية لناقص إكس يساوي ناقص زائد ما لا نهاية، يعني يساوي ناقص ما لا نهاية. وبالتالي هذه الدالة مجموع دالتين، الدالة الأولى تؤول إلى زائد ما لا نهاية، والدالة الثانية تؤول إلى ناقص ما لا نهاية. إذا مجموع زائد ما لا نهاية وناقص ما لا نهاية شكل غير محدد، فورم انديتيرميني، شكل غير محدد، فورم انديتيرميني. وبالتالي سنحاول أن نحسب، لا يمكن أن نحسب هذا المجموع بهذه الطريقة. سنحاول تغيير شكل الدالة لكي يصبح محددا في النهاية. إذا نسمي الدالة جي لي إكس، جي لي إكس يساوي جذر مربع إكس أس 2 زائد 1 ناقص إكس. لاحظوا أننا إذا ضربنا في المرافق، إذا هذا العدد يساوي، هذه الدالة تساوي كذلك جذر مربع إكس أس 2 زائد 1 ناقص إكس مقسوم على 1. يمكن نكتبها على شكل خارج عددين، يمكن أن يكون البسط هو هذا نفس العدد، هذا العدد مقسوم على 1. نضرب البسط والمقام في المرافق هذا العدد، المرافق هو جذر مربع إكس أس 2 زائد 1 زائد إكس. إذا نضرب في المرافق إكس أس 2 زائد 1، نضرب ونقسم زائد إكس. إذا جذر مربع إكس أس 2 زائد 1 زائد إكس عامل لجذر مربع إكس أس 2 زائد 1 ناقص إكس. إذا على ماذا سنحصل؟ نحصل على متطابقة عامة، أ زائد بي عامل لأ ناقص بي يساوي جذر مربع إكس أس 2 زائد 1 أس 2 ناقص إكس أس 2 يساوي أ أس 2 ناقص بي أس 2 مقسوم على جذر مربع إكس أس 2 زائد 1 زائد إكس. بالتالي نحصل على إكس أس 2 زائد 1 ناقص إكس أس 2.
مقسوم على جدار مربع إكس أس 2 زائد 1 زائد إكس، إذن يساوي إكس أس 2 مع ناقص إكس أس 2، يعني يبسط، يعني يتبقى لدينا 1 على إكس أس 2 ناقص إكس أس 2 يساوي 0 على إكس أس 2 زائد 1 جدار مربع زائد إكس. إذن هذا هو الشكل الأخير. إذا عوضنا الآن ب زائد ما لا نهاية، إذا نهاية جيلي إكس إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية يساوي نهاية هذا التعبير، لأنهما متساويان، إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية. يمكن الآن أن نعوض بزائد ما لا نهاية. هذا المجموع إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية، وهذا الجذر جذر مربع يؤول إلى زائد ما لا نهاية، إذن زائد ما لا نهاية زائد ما لا نهاية يساوي زائد ما لا نهاية، إذن 1 على زائد ما لا نهاية، وواحد مقسوم على زائد ما لا نهاية يساوي 0، 0 زائد يساوي 0 زائد، يعني 0 موجب. وبالتالي نكون قد وصلنا إلى النتيجة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد، ونتمنى أن تكونوا قد فهمتم جيدا هذا التمرين وهذه التمارين. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد، وكذلك شجعونا بالضغط على زر لايك لكي نستمر في رفع الفيديوهات المفيدة لكم. ومرحبا بأسئلتكم وتعليقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.